صار وقت نبدا معكم اولى فقراتنا، يعني اسابيع قليله بتفصل اولادنا عن العوده للمدرسه، ولكن اكيد بس نقول رجعنا على المدرسه دائما بيكون في مشكله، وخاصه بالاسابيع الاولى، وهي عدم قدره الطفل على استيعاب انه هو رجع على المدرسه، للوظائف، رجع على جو الدراسه بشكل عام. تماما، كل سنه بيقولوا لنا تاخرتوا لتطرحوا هالموضوع، هلا قبل ثلاث اسابيع عم نطرح لكم يا اهالينا الكرام انه ابننا بعد ثلاث اسابيع تحديدا باربعة ايلول بدنا نفيقه يروح على اول يوم مدرسه، والانتقال من حاله التسليه للدراسه مباشره بتكون صعبه، واكيد لازم نهيئ اطفالنا من هلا لهالمرحله حتى ما ينصدموا فيها. لنحكي اكثر عن الموضوع صار معنا بالاستديو ضيفنا الاستاذ عقاب الحلبي، اختصاصي تربوي وخاصه فيما يعنى بالاطفال. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك معنا. يعني بما انه لسه هلا في وقت شوي، خلينا نقول كيف لازم الاهل يبلشوا يعوضوا طفلهم انه هن يتهيأ لهي المرحله، وكيف بيقدر يفصل بين انه هو كان هلا معطل وصيفيه واجواء صيف وشوب، هلا بده يبلش بمرحله المدرسه. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. وانت بألف خير. هي بدايه المدارس ذو شقين، يعني الاطفال، في اطفال ما بيتحمسوا، الاهالي بيتحمسوا اكثر. بعد عطله دائما بنقول المدارس بتلم الاطفال. تمام. يعني بصير في تنظيم اكثر بالوقت، بتنظيم بنشاطات، حتى اذا في الطفل عنده مستمره نشاطاته اثناء الشتويه فهي بتكون في تنظيم اكثر، حتى على مستوى تنظيم النوم. بس اليوم بنواجه مشاكل مع اطفالنا بالفئه الصباح بالروتين اليومي لمده 9 شهور لحتى نحن نفيق بكير نبلش نحضر في تهيئه، يعني بدي في عذاب عند الاهل، فبدي تهيئه للطفل قبل دخول المدرسه ايا كانت الاعمار، يعني حتى بعمر الاربع خمس سنين كروضه او حتى 6 سنين فما فوق بالمدرسه. يعني من اصغر عمر لاكبر. تماما، دائما في معاناه حتى كشباب، يعني في عين بعمر ال 13 14 ل 18 سنه نلاقي برضه في هالمعاناه. بدايه نحن اليوم في تهيئه نفسيه بنقول مع بالنسبه للام، يعني هي غالب المعاناه بتكون من الام. دائما بقولوا ليش انا بطرح ام؟ لان هي الام دائما مستمره مع اطفالها او هي معنيه بهذا الموضوع اكثر من الاب نوعا ما. بدايه بده يكون في تهيئه نفسيه للطفل، بمعنى على مستوى حديث اليوم اللي بيدور بينك وبين انت كأم، بينك وبين طفلك، شو هي ايجابيات الاكثر التي تظهر في المدارس، شو الاشياء اللي بيخليه يتحفز فيها. دائما بتسال، تطرح لنا الام سؤال انه نحن دائما لازم اعطي طفلي هديه، يعني اقدم له شيء مادي حفزه. تماما، التحفيز لا يكون مادي ابدا، لانه نحن بصير في عندي رابط مادي بهذا البناء او بهذا المدرسه او بهي المؤسسه. بده يكون شيء تحفيزي اكثر، يعني شيء معنوي اكثر ما يكون مادي. بداية من دخولنا للمدرسة، من القرطاسية، من الشنطة، يعني حتى أي شيء جديد اليوم الطفل بيرغب فيه. صح. أيا يكون أشخاص كبار اليوم ننبسط بالشيء الجديد، فطفل بينبسط بشيء جديد سواء على القرطاسية، على الشنطة، على ثياب المدرسة. هي التجهيزات اللي احنا لما نبلش نحضر له اياها قبل بفتره، لما نبلش نهيئ طفلنا حتى على ما يكون مقطوع 3 شهور عن يعني عن العمليه التعليميه، عن القلم والورقه والكتاب. تماما، يعني هون بشوف انا في عندي بعد، بنلاحظ الطفل هو بيحصل اعمار الاول ناجحه الثانيه او الروضه طالعه الاول، في صعوبه بمسكه القلم، في صعوبه. صح. بالتركيز، ضل عم نجرب ندربه يمكن. صحيح، حتى بانه ينقل عن اللوح من وراء المس في صعوبه، يعني بنلاحظ في صعوبه عند الطفل، او بيلاقي الطفل يعني اكثر المعلومات رايحه او بصير يرسم. تماما. هون في عندي انا من الام دائما لازم يكون عندي انقطاع 3 شهور مدرسه او عطله صيفيه، لازم نستثمرها بشيء يفيد الطفل، في شيء ترفيهي، في شيء اكاديمي المفروض يتابع فيه الطفل، ولو بشيء دائما بنقول نحن ولو على مستوى الاسبوع 3-4 ساعات على مستوى الاسبوع. اسبوع 7 ايام انه لاقي له لابني 3 ساعات يعني يقعد أقلها فيها على مدى العطله الصيفيه ابدا. طيب شو بخلي الطفل يكره يرجع للمدرسه؟ كلنا كنا اولاد وكلنا لما يقولوا لنا يلا بعد اسبوع في مدرسه نحس في شيء غلط صار فينا بنفسيتنا، ليش هذا الاحساس؟ هي دائما الحديث اللي يعني اللي من كاطفال بيتناقلوها بين بعض بتشكل رادع سلبي عند الطفل اتجاه المدرسه، سواء كان الطفل متفوق دراسيا او عادي، تمام، او جيد او مستوى يعني تحصيله متوسط الى ما هنالك. في احاديث سلبيه بيتاثر فيها الطفل حتما، يعني اليوم اذا بين اصدقائه ما بدي ارجع ما بحب المدرسه، هي الكلام كلياته بتاثر على نفسيه الطفل. طبعا بتاثر عليه، فبيشكل فكره سلبيه. فمباشره لما بدي شيء اسمي شيء اسمه مدرسه، الطفل بيصير في عنده رادع انه خلص انا ما بدي. مرتبطه هي المدرسه بشيء عذاب للاسف. من بدايه من النوم، يعني لما الطفل بنقول له 7 الصبح بدي فيق روح على المدرسه، يعني حتى يمكن 7:15 7:30 هي الفئه لحالها مشكله. تماما، هي موضوع يعني الفئه بكير كثير مشكله. بدي بلش كأم
ترودج الطفل على انه قبل بشهر يبلش فئه مثلا اذا هو بينام للعشرة 11 12 تبلش الفئه بكير ابكر شوي ابكر نبلش بشكل تدريجي حتى نوصل لمرحله انه هو يفيق 6 6 ونص الطفل يكون بنشاط يعني حتى ما يفيق 7 ونص دوبه يلحق يلبس ثيابه ويروح على المدرسه وكأنه يا بدك الاهل يفيقوا كمان تحصيل حاصل هي المشكله الاكبر غالب الاطفال احيانا بغيبوا او بيتاخروا للتسعة ليوصلوا خير ليش ان شاء الله انه ما بتفيق الام او ما بتفيق الاب يعني هي كثير لسه في روداج للاهل الطفل بده لما بده يشوف في نشاط يعني خاصه عند ابناء الموظفين لما الطفل بيفيق مع اهله وبيتعود على العطله الصيفيه بانه هو دائما بيفيق بكير ما بيحس في هذا الفارق فما بيصدق يوم الخميس لتيجي يوم الجمعه وسبت وينام يعود تمام هذا ال ومو غلط يجي يومين يريح فيهم أكيد الطفل أكيد. اصلا بس انه انا ضل متعود ما في الا 11 12 الظهر مصيبه تماما حتى بصير في عندي يعني كسل كسل على المستوى الجسدي على المستوى الفكري على انه حتى الطفل علاقاته الاجتماعيه بتصير كسوله انا بدي ابحث عن محفزات مثل ما ذكرت للطفل سواء من البناء المدرسي من الايجابيات اللي بنشوفها الانشطه المدرسيه اللي بتصير يعني غالب اليوم المدارس غالب المدارس حتى المدارس الحكوميه فيها انشطه يعني ايجابيه خلينا نقول فيها حصص ترفيهيه فيها على مستوى حصه الرياضه اللي هي على مستوى الباحه المدرسيه كثير شيء منيح هي هي كانت حصه فراغ حصه تمام. الرياضه يعني كنا حصه فراغ بس لكن اليوم عم تتعبى بس يعني هي تسليه صح يعني حتى على مستوى وزاره التربيه في اهتمام كثير بحصص سواء الذكاء الوجداني بالمنهج اللي اضيف مؤخرا او بحصص رياضه موسيقى رسم ايا كانت في حص يعني في اشياء الطفل اليوم بيعبي فيها لكن اضافه لانا اليوم بدي ابحث عن وسائل ممتعه للطفل على مستوى اللغات فرنسي انجليزي عربي او حتى على مستوى المواد العلميه مثل الرياضيات على مستوى المرحله الابتدائيه بدي ابحث عن بدائل يعني تكون محفزه لطفلي يكون سهل شيء يسهل المنهاج نستخدم حتى كمعلمه تستخدم اساليب التعلم النشط اساليب المونتيسوري بعلاقتها مع الطفل اضافه لانه نحن الام تحاول تبحث عن بدائل يعني انا ما عندي الوظيفه خلينا نقول بس دفتر وكتاب نبحث عن بدائل عن مقاطع تعليميه عبر النت كونه الطفل بتكون وسائل مساعده تماما بتسهل شوي يعني على الاهل الطفل بحب كثير اليوم الشاشات التلفزيون الجوالات خليني ابحث عن شيء يعني خلينا نقول درس نسميه درس مسجل عبر اليوتيوب للطفل هي كلياتها بتساهم معي بانه الطفل يرغب اكثر بالمدرسه طبعا نحن عم نحكي على الشاشات اكيد بعد الخمس سنين بعد لحتى ست سنوات يكون حتى ست سنوات يكون اكتسب لغه تماما اكيد وبيقدر حتى هو يقعد على التلفزيون لوقت منيح صحيح. او هو يقعد على الشاشات طيب حتى ما يقعد ساعات طويله اكيد هذا اكيد يعني الدراسات الاخيره بتقول اكيد انه الولد ما لازم حتى يقعد ساعات طويله طيب خلينا شوي نحكي على موضوع الدروس تحديدا يعني اليوم نسمع حتى شكوى من الاهل انه اليوم في ضغط بالمواد مخيف اليوم ولد صغير بتلاقيه عنده هلقد كتب وحامل شنطه اتقل منه على ظهره ورايح على المدرسه وهو عم ياخذ كم معلومات كبيره الاهل دوبهم عم يلحقوا يساعدوا الولد فيها كيف بدنا نبلش كمان تدريجيا بموضوع الوظائف والدروس بنشوف في اولاد دغري بفوتوا اول يوم على المدرسه دغري بتبلش الوظائف والدروس كيف لازم ايضا نتدرج بهذا الموضوع غالب المدارس باول اسبوع ما بيصير في شيء تعليمي بيصير في شيء يعني مراجعات عامه مثل ما بيسموها او مراجعه على المنهج او تعويض فاقد تعليمي تعرف ما تعرف. اي تواصل بيصير بين الاطفال يعني حتى يعني اداريا بياخذوا وقت اسبوع لاسبوع ونص لحتى يستلموا الكتب يبلش الطفل فبتاخذ اسبوع ونص عندي ضغط كبير هو الضغط هذا الطفل يعني هو يلي بيراكمه عليه او الاهل بيراكمه من خلال خبرتنا مع الاطفال يمكن باليوم الطفل بيطلع له وظيفتين ثلاثه بتاخذ لمده ساعه يعني كساعه تعليميه بعتقد حق على الطالب انه يرجع اليوم ساعه تعليميه ببيته خمس ست وظائف صار عندي عذاب شوي تو ماتش طبعا تمام هي التراكميه يعني بتصير عن طريق الاهل عن طريق الابن انت اليوم كأم مطالبه بانك تراجعي لطفلك او تحضري لقدام يعني اما انت تحفزي طفلك حتى بمستوى بدل ما يقول الطفل انا ما فهمت اليوم على الانسه فيني احضر للطفل ببيته فيني حتى ايام الجمعه والسبت نعمل تعويض على هي الافكار اللي هي قد تكون جديده عليه اضافه لذلك اليوم منتشره ظاهره بيوت المتابعه او بيت الدراسه او بتساعد كثير الطفل بانه حتى يكون هو بجو جديد، لو مدرسه حكوميه انا عم بذكر كمدرسه حكوميه كونه ما فيها محفزات نفسها تبع المدرسه الخاصه وللاسف نحن اليوم ما فينا ننكر صار في شرخ كثير كبير بين مدارسنا الحكوميه وبين مدارسنا الخاصه، على زماننا وعلى جيلنا ما كان في موضه المدارس الخاصه وما كان هالفرق حتى لو انوجدت مدرستين ثلاثه خاصات، ولكن اليوم لما المدرسه الخاصه عم يكون فيها ابلكيشن عم يتابع الطالب بيبعث لها للوالده يوميا على الموبايل تقييمه بحصه الانجليزي، تقييمه بحصه الرياضيات،
اليوم اللون الكل يلبس لون ازرق، اليوم الكل يلبس، صار في ارهاق مادي كمان طبعاً. بالنسبه للاهالي وبالنسبه للاولاد، في عبء ملقى على الاهالي وفي عبء ملقى على الكادر التدريسي بالمدارس ان كانت حكوميه ولا خاصه. شو الغلط اللي بيرتكبوه ببدايه العام الدراسي لينفروا الطالب من المدرسه؟ على المستوى المدرسه الخاصه، تفضلتي حضرتك انه في عندي كم كبير من الوظائف هي بالمدرسه الخاصه، لان في عندي شيء يسمى بالمنهج الاثرائي، هو عباره عن 3-4 أو 5 مواد، يعني من 3 إلى 5 مواد دول اكسترا. تماما، في عندي دول غير منهاج العادي. تماما غير منهج الدوله، بنحط في منهج المتبع من وزاره التربيه، في عندي 3 إلى 5 مواد هي، وقد يكون اكثر من ذلك. يعني عندي شيء بالتربيه الاسلاميه اضافي، في عندي شيء بالرياضيات، بالعلوم، بالانجليزي ايضا اثرائي، والفرنسي قد يكون اثرائي، إضافة لبعض المهارات الثانية مثل الحساب الذهني، يعني إلى ما هنالك من المهارات الفكرية. هون صار عندي ضغط أكبر على طالب المدرسة، لأنه اليوم أنت يعني حتى كأهل حاطط طفلي أنا بمدرسة خاصة لأحصل على سوية تعليمية أعلى من المدرسة الحكومية، أحس بهذا الفارق. مع ذلك بنلاحظ الإنتاج بالتحصيل العلمي بالمدارس الحكومية متفوق على المدارس الخاصة تماماً. حتى على مستوى الشهادات، يعني بالسنوات السنة هاي أو السنوات السابقة على مستوى الشهادات كان تحصيل أعلى. يعني الأوائل، لما نبحث عن الأوائل بالمحافظات مدارس حكومية، صار في عندي يعني هذا ما يثبت أيضا نجاح المؤسسة التعليمية العامة. المدرسة الخاصة عندي في 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 شيء ضغط بيصير عليه الطفل لما أنا خاصة بعمر صغير، هي عدم استيعاب. أما البيئة التعليمية للطفل، البيئة التعليمية يعني تشمل المدرسة، الأصدقاء، المنهج إلى ما هنالك، أو عدد في شيء الطلاب نفسي بكل صف أكيد، أو في شيء نفسي باتجاه من الطفل تجاه هاي المدرسة. دائما نحن بنقول التهيئة النفسية للطفل قبل دخول المدرسة تكسر هذا الحاجز. بس أنا إمتى بوصل، يعني هو طبيعي، يعني خوف الطفل بمرحلة طبيعية من المدرسة طبيعية، لأنه عم ينفصل عن الأسرة ويرجع للمدرسة. أنا بقول هون بمرحلة طبيعية، لكن إمتى بوصل لمرحلة بسميه اضطراب، يعني صار بشيء زاد عن الحد الطبيعي، هون صار في تدخل، يعني صار في تعاون من الأسرة، من المرشد النفسي، من المعلم إلى ما هنالك، حتى نحن الطفل خلص نوصل لحلقة وصل بأنه طفلي يكون داخل هاي المدرسة مرتاح متواجد. بداية إذا كثرت المشاكل عند الطفل، يعني كثر البكاء بالبداية، كثر الخوف، كثر، وحتى بنلاحظ بصير الطفل يجعه بطنه، بصير يستفرغ، ما في عندي يكون، يعني في عالم بتقول إنه الولد مثلاً عم يمثل، هو صحيح. هو فعلاً ممكن يكون عن جد من الخوف بشكل عنده ردة الفعل هي، يعني هي بتصير ردات فعل عضوية. أما صداع دائم أو دوخة أو نوم نعاس قاتل بصير هلا كله بينعاس تماما بس يرجع قيلول، بس يرجع على المدرسه، من المدرسه على البيت بصير ينام ساعات طويله. ليش عم بتعب بالمدرسه؟ تعبان. في اشياء اليوم الاهل لازم يكون اكثر وعيان بانهم يحسوا بهي رده الفعل عند الطفل. طيب بس يجي خميس وجمعه بتروح وجع الراس، بيروح الم المعده، بتروح بفيق بكير على عكس ايامه العاديه. صحيح. فانا هون يكون في وعي ايضا عند الاهل، لانه طفلي انا اليوم ذكي قادر على انه يطلع ببعض احتيالات، لانه هو يشكك بانه انا ما عم ارتاح في هذا المكان. بده يكون في تعاون، بده يكون في وعي عند الاهل اكثر، لحتى نوصل لمرحله اذا وجدت المشكله تفاقمت معي بده يصير في عندي تجاهل لمشكله الطفل. يعني من الصبح لو بلش بكاء من الصبح انا بتجاهل الموضوع، بجهز الشنطه، الساندويتش تبع الطفل، خلص بدها تمشي السيره على المدرسه حتما. يعني اذا ازدادت المشكله عن اسبوعين، يعني انا 15 يوم خليني اقول او 10 ايام بالمدرسه، لازم يكون تاقلم الولد. خلص تاقلمنا، صار في عندي احتواء من المعلمه، احتواء من الصف، صار في علاقات. يعني هو بس يبلش يشكل علاقات مع الاطفال، صار في عندي رفيقي فلان، رفيقتي فلانه، صار في عندي قرب اكثر. هون الطفل بيتقبل، بصير في عندي ود تجاه المدرسه، في ايضا من شيء بنسميه نحن يعني علاقات متبادله. طبعاً. حتى هو لما بيرجع بيشتغل بمدرسته، لما بيشتغل واجب، لما بيشتغل حلقه معينه، لما بيشتغل ورقه، شعر بالانتماء، صار بحب 100%. خلص صار ضمن هي الدائره وحس حاله انه هو واحد من هذا المكان. ان شاء الله تكون سنه دراسيه موفقه للجميع، يعني وتكون هيك يعني عن جد سنه حلوه، ويكونوا الاطفال فعلا عم ياخذوا تحصيل علمي ويكون شيء مفيد لهم. شكرا كثير لك وعلى كل النصائح اللي قدمت لنا. شكرا كثير لك عقاب، ولازم نفتح بالاسابيع القادمه هيك مواضيع جزئيه جديده تتعلق بالعوده الى المدارس. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك، ونحن وياكم رح ننتقل لعند الشيف ونبدا باكله اليوم.